السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازيك وازاي صحتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. يا شيخ والله انا بقى بعمل في مجال الخياطه في الاردن. وبيجي حريم باخذ القياسات، فهل حرام ولا حلال؟ لا يجوز لك ان تاخذ مقاسات النساء. اعهد بمقاسات النساء الى امراه وابتعد انت.